يعطيك العافيه. الله يعافيك يا هلا. عمرني ما وقفت قدام كاميرا للعلم يعني. هذه اول مره بلش يا اصلي من قضاء القدس في قريه اسمها علار، قريه بيت نتيف قضاء الرمله، قريه بيت جبرين المهجره، قريه المالحه المهجره، العراق المنشيه، دربان. ايش معنى انك تكوني لاجئه؟ صعب كثير وصف ان انا اكون لاجئ، يعني لاجئ يعني بلا هويه بلا ارض، ومعناه انه الك حق ولازم تسترجعه. بني ادم يعني اصعب شيء انك تكون غريب في وطنك، لكن الناس اللي حواليك والجيران والعشره يعني بتهون عليك هاي الحياه، لكن هو انا بآمن انه شيء مؤقت ولازم ينتهي. يعني في مجال تحكي لنا عن الاحداث اللي صارت مع عيلتك بالنكبه؟ بكوا في البلاد وعايشين منيح ومبسوطين بخيرهم وبأراضيهم. كانوا سمعوا إنه دخلوا قرى ثانية جنبهم وقتلوا أهلهم، وكانوا اطلعوا شردوا على سبيل يروحوا يومين ويرجعوا خبوا أغراضهم في المغارة. حتى كانوا يطبخوا في هذاك الوقت وخلوا الفرن أو الغاز شغال على يعني على الطبخة أساس إنهم يكونوا راجعين إلها فيما بعد، بس للأسف ما رجعوا لحد اليوم. أبرز أحداث النكبة بالنسبة لعائلتي هي إنه عمي الكبير فقد في 48، يعني طلع وما رجع ولحد الآن مصيره مجهول، إحنا ما بنعرف عنه أي إشي. بعد عدة أشهر وسنوات تم الاتفاق إنه يضبطوا مخيم للاجئين، فكان مخيم عايدة في شمال المدينة من نصيبهم. وأجينا على بلد لا نملك أي شيء، لا نملك مصاري، لا نملك أي حاجة، وكان المخيم هو الحل الوحيد يعني لأهلينا إنهم يعيشوا فيه. شو الرسالة بدك توصلها للمستوطنين اللي عايشين حالياً في بلدكم؟ يعني ما فيش مجال لأنك تلقي الرسائل لهيك نوعية من البشر، لأنه اللي بيقبل لنفسه إنه ينتزع شخص من بيته ويسكن مكانه فقد الإنسانية، فبالتالي ما في مجال انك تبعث له اي رسالة. انه هاي ارضنا، انه انتو باي حق بتاخدوها وهي مش لإلكم، انه انتو كيف تسمحوا لحالكم كبشر؟ يعني ما في عندكم اشي اسمه مفهوم الإنسانية. هذول مش لازم يقعدوا ولا دقيقة، مش إلهم الارض ومش من حقهم، هذه من حقنا احنا وبأخذوها غصب عن الناس مش بخاطر اهل الاراضي. الرسالة اذا بتكون ممكن رسالة واحدة، انه استمتع في وقتك حاليا عبال ما نرجع على أرضنا. بس إيش بيعني لك حق العودة؟ حق العودة هو الأمل الوحيد اللي إحنا اللاجئين في مخيمات الفلسطينية لساتنا متأملين فيه، هو الأمل الوحيد اللي إحنا مننتظر إنه هذا الأمل يتحقق. يعني حق العودة هو كشخصية، شخصيتي أرضي، يعني أنا لما أرجع على أرضي بترجع هويتي، حق العودة هوية إلي. هذا حقي في الاختيار، لكن مما سلبونا حقنا في الاختيار وين إحنا بدنا نعيش وين إحنا بدنا نكون. إشي مهم مهم، يعني لازم يكون هو أصلاً الإشي الأول إحنا لازم نشتغل عليه كفلسطينية. وبآمن فيه وبعلمه لأولادي، وإن شاء الله إن شاء الله إنه رح يتحقق. شكراً كتير لكم.